السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنشرح الـ final revision أو المراجعة النهائية من كتاب connect primary 1 أو كتاب connect الصف الأول الابتدائي. وإحنا كنا عملنا الحلقة الأولى أو الشرح بتاع الفاينل ريفيجن ليونت 1 المرة اللي فاتت، والنهاردة هنكمل. وعايز أقول لكم إن كل ما نشرح يونت جديدة أو نعمل ريفيجن ليونت جديدة الأسئلة هتزيد علشان خاطر نبقى مستعدين تمام للامتحان. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تشارك الشرح ده مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نحل أسئلة الامتحان ونتدرب عليها كويس. ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا يونت 2 الوحدة التانية words and phonics الكلمات وأصوات نطق الحروف. أول كلمة بتقابلنا هي كلمة my يعني ملكي، my يعني ملكي. school يعني مدرسة، school يعني مدرسة. pen يعني قلم، pen يعني قلم. one يعني رقم واحد، 2 يعني رقم 2، 3 يعني رقم 3، 4 يعني رقم 4، 5 يعني رقم 5، bag يعني حقيبة، ruler يعني مسطرة، pencil يعني قلم رصاص، pencil case يعني مقلمة، sharpener يعني براية، count يعني يعد، لما بتيجي تعد حاجة بنقول عليها count، red يعني أحمر، red يعني أحمر. وتاني جزء في البيج الأولانية conversation time، conversation يعني محادثة، time يعني وقت المحادثة. وإحنا بنتعلم في conversation time إزاي نكون جمل مفيدة وإزاي نكون أسئلة من الكلمات الجديدة اللي إحنا حفظناها. وبالمناسبة الكلمات الموجودة في أول الصفحة كلها تحفظ بالكتابة وبالقراءة حفظ جيد، لأن ده الملخص وده المطلوب من حضراتكم. فنحفظ الكلمات دي ونقدر بعد كده إن شاء الله نكون بيها جمل وأسئلة نستخدمها في المحادثات اللي احنا هنعملها بعد كده. فأول حاجة هنستخدمها في الconversation time إزاي نسأل سؤال، أو how to make a question و how to make sentence. how to make a question يعني إزاي نعمل سؤال، و how to make sentence يعني إزاي تكون جملة مفيدة. وأول سؤال ممكن نكونه عن طريق استخدامنا للكلمات الجديدة اللي موجودة في الوحدة دي وفي الوحدة اللي فاتت هي what is this. what is this ما هذا، إيه ده. what يعني ما أو ماذا، is this يعني هذا. what is this ما هذا. فمثلا نشوف حد من الشاطرين تقدر ترد عليا يا عبد الرحمن وتقول لي what is this. It's a pencil. شاطر. It's a pencil. It's a pencil يعني إنه قلم رصاص. It's a pencil. إنه قلم رصاص. شاطر. وبكده نكون أنهينا page 1 ونتنقل على page اللي بعد كده ونوصل لجزء الجرامر بتاع unit 2 أو الوحدة التانية. والجرامر عندنا يا حبايبي هو بيتمثل في حاجة اسمها أدوات التعريف. أدوات التعريف اللي هي زي عندنا كلمة ال بالعربية، ال أي حاجة بيبقى بعرفها بقول عليها ال، يبقى هي معرفة معروفة حاجة محددة. في الانجليش أو in English أدوات التعريف هي ثلاث أدوات، عندنا a وعندنا an. a وan، a بتيجي مع الكونسوننت، الكونسوننت يعني الحروف الثابتة، الكونسوننت اللي هي الحروف الثابتة. وan بتيجي مع الفاولز، الفاولز اللي هي الحروف المتحركة. زي ما احنا خدنا قبل كده الفاولز الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية هي خمس حروف، ال a وال e وال i وال o وال u. a e i o u لازم حافظينهم وعارفين ان دول الفاولز او دول الحروف المتحركة اللي في اللغة الإنجليزية، اللي أي كلمة بتبدأ بحرف منهم بيجي قبل منها an، و a و an بيجوا قبل أي كلمة مفرد. singular، singular يعني مفرد يعني مش جمع. a book كتاب واحد، أي حاجة مفردة. طب
الجمع، الحاجات الجمع، بوكس، ابلز، بانانز، اي حاجة بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ذا. ذا يعني ال، ودي بتيجي مع كل الحروف الكونسوننت والفاولز. لكن اللي بيفرق في المفرد، المفرد لو كان حرف متحرك او فاولز بيجي معاهم ان، والحروف المتحركة احنا عرفناها. لو حرف مش متحرك، حرف ثابت، بيجي معاها ا، وهي حرف الاي ده. تمام. وهناخد امثلة على الكلام ده. لما نيجي نقول مثلا pen، pen يعني قلم جاف. pen هنقول ايه؟ هنقول ا. ليه؟ لان هي بتبدأ بحرف البي، وحرف البي مش حرف من حروف الفاولز او الحروف المتحركة اللي احنا قلناها قبل كده، فهنقول ا، ا pen، ا pen. طب لو قلنا ابل، ابل بتبدأ بحرف الاي، والاي هي حرف من حروف الفاولز اللي هي الحروف المتحركة، فهنقول معاها ان ابل، ان ابل. ودي زي ما قلنا بالنسبة للمفرد بس. لكن الجمع لو 3 pence مثلا هنقول the pence، لو 3 pence نقول the pence، لو 3 apples هنقول the apples، وهكذا. تمام. وبكده نكون انتهينا من الجرامر، او الجزء الخاص بالجرامر الخاص بيونت 2، ونتنقل على الاكسرسايزز او التدريبات. والاكسرسايزز يا حبايبي زي ما احنا عرفناه قبل كده ليها بعض الاشكال وليها بعض الطرق اللي ممكن تجيلنا بيها في الامتحان. واول حاجة بيقول لك put a or an or the before the word، يعني قبل الكلمة هنحط a ولا an ولا the عشان نتدرب على الجزء الخاص بالجرامر. وput هنا بمعنى يضع، فهنحط a او an او the قبل كل كلمة من دول. ونبتدي نشوف أول كلمة وهي pencil. pencil يعني قلم رصاص، pencil يعني قلم رصاص. هنقول a ولا an ولا the قبل ما نقول pencil، ودي مفرد ما فيهاش استجمع. مين هيرد عليا من الشاطرين الحلوين؟ قول يا عبد الله، ها الإجابة إيه؟ a pencil. yes a pencil. a pencil يعني قلم رصاص. وإحنا قلنا a ما قلناش ان ولا ذا، لان ان بتيجي مع الحروف الفاولز، والحروف الفاولز مش متضمنه حرف البي، وذا بتيجي مع الجمع، وبالتالي بيجي معاها ا او ا بنسل. طب بالنسبه للكلمه الثانيه امبريلا، امبريلا يعني شمسيه، هنقول معاها ا ولا ان ولا ذا؟ تقدر ترد عليا يا رفايده؟ ان امبريلا. شاطرة شاطرة يا رفايدة، شاطرة، جميل. ان امبريلا. ليه؟ لان الامبريلا بتبدأ بالحرف اليو، وحرف اليو من حروف الفاولز الخمس حروف المتحركة واللي احنا لازم نحفظهم. طب لو قلنا رولر، رولر يعني مسطرة، تقدر ترد عليا يا احمد؟ رولر. رولر، شاطر. رولر ليه؟ لانها لا تبدأ بأي حرف من الحروف المتحركة. طب باجز، باجز هيجي معاها ا ولا ان ولا ذا؟ باجز هنقول معاها ايه يا جنى؟ ذا باجز. ذا باجز، شاطرة جدا يا جنى. ذا باجز ليه؟ لان هنا باجز جمع، واحنا قلنا اي اسم جمع او اي كلمة جمع هيجي معاها ذا او ال، يبقى باجز اللي هي الشنط اللي هي الحقائب هيجي معاها ذا. طب انت، انت يعني نملة، نملة انت هيجي معاها ا ولا ان ولا ذا؟ هيرد عليا كده يا ادهم؟ ان انت. ان انت ليه؟ ان انت لان هي بتبدأ بحرف الاي، وحرف الاي من حروف الفاولز او الحروف المتحركة، وبالتالي هيجي معاها ان. واخر حاجة تشيرز، تشيرز يعني مقاعد، يعني كراسي، وهي جمع زي ما احنا شايفين فيها اس الجمع، فهنقول ا ولا ان ولا ذا؟ ورد عليا يا لوجين، قولي لي هيجي معاها ا ولا ان ولا ذا؟ ذا تشيرز. ذا تشيرز، شاطرة. The chairs ليه؟ لأن هي جمع، chairs يعني مقاعد، والمفرد بتاعها chair يعني مقعد، هيجي معاها the، the chairs. وبكده نكون أنهينا page 6 أو الصفحة الثانية من مراجعة unit 2 أو الوحدة الثانية من كتاب connect، ونتنقل على page اللي بعد كده، ونوصل لبيج 3 من الفاينل ريفيجن ل يونت 2 كتاب كونكت. وفيها الاكزام او اكزام 2 اللي هو الاكزام بتاع يونت 2 او الامتحان الخاص بالوحده الثانيه. واول نوع من انواع الاسئله بيقابلنا في الاكزام هو act as
instructed أو نفذ التعليمات، اتبع التعليمات. وده نوع من أنواع الأسئلة اللي بتتسأل لكم في الامتحان يا حبايبي. المس أو المستر بيسألوا لكم، بيقولوا لكم جمل معينة، هيقول لك مثلا count the pens. count the pens، count يعني عد، the pens اللي هي الأقلام الجاف، count the pens. وممكن يديلك مثلا قدامك 3 أو 4 أقلام، فأنت هتعدهم تقول 1 2 3 4 زي ما هم موجودين من غير ما تجيب أي إجابة تانية. وده السؤال اللي ممكن يتسألك في اليونت 2 بناء على الكلمات الخاصة بيها. والشكل التاني من أشكال الأسئلة اللي هي choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. choose يعني اختر، the correct answer الإجابة الصحيحة. وعايزكم تبقوا مصحصحين معايا عشان بيدينا مجموعة اختيارات عايزين نحلها مع بعض ونبقى كلنا شاطرين إن شاء الله. وأول جملة هي what does this. المفروض إحنا لما بنيجي نسأل على أي حاجة بقول لك what is this مثلا، بقول لك ايه ده، ما هذا. what يعني ما او ماذا، this يعني هذا، والمفروض ان هي بيجي معها is اللي هي is، والاي بتتشال وبنحط مكانها apostrophe وتبقى بتتنطق is برضو، والابوستروفي ام اللي هي ام، ودي في verb to be بمعنى يكون اللي بتيجي معاها I am يعني انا اكون، ودي ما بتجيش غير مع I اللي هي انا، والار بتيجي مع الجمع زي ما احنا عارفين في verb to be. فلما بيجي اقول لك what dot this، مفروض بختار معاها apostrophe m ولا apostrophe s ولا r؟ مين هيرد عليا يا حلوين؟ تقدر ترد عليا يا مصطفى؟ apostrophe s. apostrophe s اللي هي is، ويبقى هنا what is this، لان apostrophe s هي اختصار ل is اللي هي is. ونتنقل على الجملة التانية ونقول they are three. they are يعني هم يكونوا، three يعني ثلاثة. three بقى three bag، ثلاث شنطة. three a bag، three a شنطة. three bags ثلاث شنط. المفروض نقول bag ولا a bag ولا bags؟ مين هيرد عليا؟ تقدري ترد عليا يا لوجين؟ bags. شاطرة، bags يعني شنط، يبقى 3 bags يعني 3 شنط. وبكده نكون اخترنا الإجابة الصحيحة وفيها اس الجمع. I can eat. I can eat يعني أنا أستطيع أن أكل. I can أنا أستطيع، eat أكل. a ولا an ولا the. orange. orange يعني برتقالة، وهي بتبدأ بحرف الأو، وحرف الأو بحرف من الحروف المتحركة اللي هي الفاولز. المفروض بنختار معاها آ ولا آن ولا ذا، وهي مش جمع ما فيهاش إس. هنختار معاها آ ولا آن يا أدهم؟ آن أورانج. آن أورانج. آن أورانج ليه؟ لأن هي بتبدأ بحرف من حروف المتحركة فتبقى آن أورانج. شاطر، وكلكم شاطرين وحلوين. I have يعني أنا أملك أو أنا لدي. آ ولا آن ولا they. car دوت car، مفروض I have وهنا dots وبعدين car. car هي كلمة مفرد ومعنى سيارة، وهي لا تبدأ بحرف من الحروف المتحركة، مش حرف من حروف الفاولز. المفروض بختار معاها a ولا an ولا they. مين هيرد عليا؟ تقدر ترد عليا يا ملك؟ a car. a car. شاطرة. I have a car يعني أنا أملك سيارة، أنا لدي سيارة. الجملة اللي بعد منها it's a ولا you ولا an dot ice cream. it's a ولا a ولا you ولا an ice cream. ice cream يعني هي بيبدأ بالآي، والآي حرف من الحروف الفاولز أو الحروف المتحركة. هنختار معها a ولا an. you طبعا غلط، أكيد هي مش موجودة أصلا من أدوات التعريف. مين هيرد عليا؟ رد عليا يا مصطفى. an ice cream. an ice cream. شاطر. it's dots tie. tie يعني جرافتة. my يعني ملكي. an school bag. school bag يعني حقيبة مدرسة. هيجي معها يبقى ايه؟ المفروض بقول ايه؟ my ملكي ولا an اللي هي بتيجي أداة من أدوات التعريف بتاعت ال، ولا tie tie جرافتة؟ طبعا دي إجابة خاطئة. my ولا an؟ تقدري ترد عليا يا ريناد؟ my school bag. my school bag. شاطرة. my school bag يعني حقيبتي المدرسية. my school bag، ودي الإجابة الصح. وآخر question في البيج دي، it dots apostrophe m اللي هي am، ولا apostrophe s اللي هي is، ولا apostrophe r e اللي هي r. a pencil case. pencil case حقيبة الأقلام الرصاص. هيجي معها am ولا is ولا r؟ مين يرد عليا؟ تقدر ترد عليا يوسف؟
apostrophe is. apostrophe s اللي هي is. يبقى it is a pencil case يعني إنها المقلمة أو حقيبة الأقلام الرصاص. وبكده نكون أنهينا البيج الأولانية في الإكزام 2 اللي هو الخاص بيونت 2، ونتنقل على البيج اللي بعد كده. ونتنقل للنوع الثالث من أسئلة الامتحان، وهو write with letters. write with letters اللي هي اكتب بالحروف، واكتب بالحروف هو هنا جايب لنا النمبرز اللي احنا حفظناها في البيج دي. وأول حاجة number one، وعايز حد يقول لي ايه الحروف بتاعته اللي المفروض نكتبها جنبه. ردي عليا يا جنى. O-N-E one. O-N-E شطرة. O-N-E one. طب نمبر 2، مين يقدر يقول لي الحروف بتاعت نمبر 2؟ تقدر ترد عليا يا محمد. T-W-O. T-W-O شاطر. T-W-O المفروض ان احنا نبقى حافظين الارقام دي يا حبايبي بالكتابة بالحروف، ونبقى عارفينها كويس. ونوصل لنمبر 3. نمبر 3 وعايزين نعرف الحروف بتاعتها علشان نكتبها. ردي عليا يا مي. T-H-R-E-E شاطرة، وكلكم شاطرين. T-H-R-E-A اللي هو number 3 أو رقم 3. طب number 4، مين يقدر يقول لي حروف number 4؟ رد علي يا عبد الرحمن. F-O-U-R. F-O-U-R شاطر. F-O-U-R number 4. وأخيرا number 5، وعايزين نعرف حروف number 5. قولي لي حروف number 5 يا ملك. FIVE شاطرة، وكلكم شاطرين وحلوين. FIVE. وبكده نكون حلينا الكويشن ده او النوع ده من الأسئلة، ونتنقل على النوع اللي بعد منه او question 4، وهو complete the following، اكمل التالي. What is this؟ What is this يعني ما هذا؟ ورسم هنا قلم رصاص. It's، وعايزين نكمل الكلمة ونقول it's a. What is this؟ مين يقدر يرد علي ويقول لي it's a؟ رد علي يا عبد الله. It's a pencil. It's a pencil شاطر. P-E-N-C-I-L pencil. ونتنقل على السؤال اللي بعد منها، وهو رسم لنا مسطرة وبيقول لك it's، والمفروض نعرف يعني ايه مسطرة in English. تقدري تجاوبي عليا يا نهى. It's a ruler. R-U-L-E-R شاطرة. It's a ruler يعني انها مسطرة. ruler. R-U-L-E-R ruler. طب واخر حاجة، هو رسم لنا نملة وبيقول لنا يعني ايه نملة. it's، واحنا محتاجين حد من حبايبي الحلوين الشاطرين يقول لي يعني ايه نملة. تقدر ترد عليا يا عبد الله. ant. A-N-T شاطر. it's an ant او ant. A-N-T يعني نملة. وكلكم شاطرين وحلوين، ربنا ينجحكم يا رب. ونتنقل على الكويشن اللي بعد كده. supply the missing letter، اكمل الحرف الناقص. واول كلمة هي كلمة sharpener. sharpener يعني براية، وهي هنا ناقصة حرف. هي المفروض كاتب لنا S-H-A-R-P-E dots E-R. مين هيقدر يقول لي ايه هو الحرف الناقص؟ تقدر تقول لي كده يا احمد. الحرف الناقص هو حرف الN. حرف الN. It's sharpener. sharpener يبقى هنا ناقص حرف الN. شاطر، وكلكم شاطرين. الكلمة اللي بعد منها هي كلمة ruler. ruler يعني مسطرة، والمفروض هو هنا R dot L E R ruler. واحنا كده عايزين نعرف ايه هو الحرف الناقص هنا. تقدري تقولي لي يا شيماء. يو. يو. it's a it's you اللي هو U R U L E R حرف ال U كده. ruler يعني مسطرة. طب الكلمة التالتة هي كلمة 3 اللي هي رقم 3، وهنا هو كتب لنا T H R E وفي حرف ناقص. تقدر تقولي لي كده يا ملك. حرف الـ E. شاطرة. 3. T-H-R-E-E أو double E. طيب الكلمة الرابعة هي كلمة school. school يعني مدرسة، وهنا S dots H-O-O-L ناقص حرف. مين يقدر يقول لي الحرف الناقص إيه؟ تقدر تقول لي كده يا أدهم. الحرف الناقص هو الـ C. حرف الـ C. school. S C H O O L. والكلمة اللي بعد كده هي pencil case. pencil case يعني المقلمة أو حقيبة الأقلام الرصاص. مين يقدر يقول لي الحرفين الناقصين إيه؟ هو كتب لنا هنا P E N dots I L
وبعدين dots A S E. مين يقدر يقول لي؟ تقدري تقولي لي يا مروة؟ C. حرف السي في البنسل، شاطرة. طب والكيس؟ Another C. Another C شاطرة. يبقى pencil case يعني حقيبة الألام، الرصاص أو المقلمة. وآخر كلمة اللي هي كلمة count يعني عد، وهي هنا كاتب co.nt. تقدر تقول لي كده يا عبد الله؟ يو يو COUNT. شاطر وكلكم شاطرين. وبكده نكون أكملنا الإجابات الصحيحة، ونتنقل على البيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 9 في الفاينل ريفيجن. وقبل ما نشرح الجزء الاخير من درس النهاردة، احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض اول باول. ومكتوب قدامنا هنا الكويستشن 5 او السؤال الخامس، match يعني وصل، وهو مدينا هنا خمس كلمات: a pen يعني قلم جاف، a bag يعني حقيبة، a pencil يعني قلم رصاص، a book يعني كتاب، a ruler يعني مسطرة. ومدينا خمس صور، وهنا مدينا خمس صور، هنا bag أو school bag، وهنا pencil، وهنا book، وهنا ruler، وهنا pen. المفروض أن نوصل ال pen a pen بأنهي صورة من دول؟ مين شاطر هيرد عليا؟ هنوصلها بالبن الموجود هنا، بالشاطرين كلكم. طب والباج؟ اباج. هنوصلها بأني صورة من دول؟ هنوصلها بالباج، شاطر شاطرين كلكم. البنسل؟ هنوصلها بالبنسل، شاطرين كلكم. طب والبوك؟ هنوصلها بأنهي صورة؟ بالبوك، شاطرين كلكم ما شاء الله عليكم، شاطرين كلكم. والرولر؟ الرولر هنوصلها بأنهي صورة من دول؟ بالمسطرة او الرولر، شاطرين. واخر سؤال في الريفيجن الخاصه بيونت 2، اود وان اوت، او حدد الحرف المختلف واحذفه. اود يعني احذف، وان اوت واحد من دول. وهنا بيدي لك مجموعه حروف بيبقى فيهم حرف مختلف. لو انت هتشوف الحرف المختلف ايه، لو كانت الحروف كلها كابيتال ما عدا حرف واحد هو اللي سمول، يبقى هو ده الحرف المختلف. ولو كانت الحروف كلها سمول وفي حرف كابيتال في النص، فهو ده الحرف المختلف وهتحذفه. فهنشوف اول صف في عندنا ام كابيتال، اللي كابيتال اي سمول. ايه الحرف المختلف هنا حبايبي؟ الاي سمول، شاطرين. يبقى ده الحرف اللي هنحذفه، نعمل عليه اكس مثلا، او نحطه تحت منه شرطه، او نعمل عليه سيركل. الصف الثاني دي سمول، ان كابيتال اي سمول. ايه الحرف المختلف هنا حبايبي؟ شاطرين، الان كابيتال، وهنعمل حواليها سيركل، او نعمل حواليها عليها اكس، وبالتالي نختار نحذفها عشان خاطر هي الحرف المختلف. واخر صف جي كابيتال، في سمول، ار كابيتال، واي حرف من دول مختلف. شاطرين كلكم، الفي سمول، وبالتالي هو ده الحرف المختلف المفروض نحذفه. وفي نهاية الشرح احب اعرفكم ان في ملزمة المراجعة النهائية اللي احنا حليناها النهاردة موجودة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك بعنوان فلاش التعليمية، والرابط بتاعها موجود في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. ياريت تنزلها وتحلها بنفسك وتتدرب على اللي احنا شرحناه. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.